السلام عليكم. السلام، شلونك؟ سلام على حد حبيبي. قال في زيادة بس تذكرت. والله عمي الماتور عطل، الدراجة مالتي عطلت ونص الطريق اجت مش هاي البيزا مالتك، خذها وروح من ناحيتها. حبيبي اذا ما استلمها راح تسبب لي مشكلة. شرت الدنيا بيها كل هاي البيزا وجاي هسه تريد انا استلمها؟ حبيبي اذا اقول لك مو افتريت، اذا اقول لك والله الدراجة عطلت ونص الطريق اجت مش وانا شنو ذنبي حجي؟ صدق كذب؟ يعني حاول تتفهم وضعي. روح منا الخاطر دينك، روح. ابني تاخذها والله العظيم انت بجد ابني. حجي هاي البيزا مالتك ما اريد، خذها وروح. ناس كتير كانت بتتابع في صمت، منهم المصدوم والمتفاجئ، لكن بعد شوية بدأ رد الفعل يتغير كتير. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو ايش في الشغل؟ اوردر مالته البيتزا وتأخرت عليه و... وش حجي في الصيحة؟ يفتر صار له ثلاث أرباع ساعة ما أدري. الدراجة عطلت. الدراجة عطلت. أولا بس اسمع قصتك. أولا رجال بقد أبوك. اوردر بيس. بأربعة ونص. أنت ليش تتحمله يا أخي؟ ليش تتحمله؟ هي دي الإنسانية بجد. عمي طلب مالته، الأوردر مالته هو. بيش أسوي على بيش؟ بأربعة ونص. بأربعة ونص طيب يا عمري. عمي أنت ليش تحمل؟ أنا هو ياخذه يا أنا حبيبي. أنا طلب عمو صار نص ساعة. عمي دا أقول لك أنا عطلت الدراجة يا ابني. يروح منا. باربي نص بغداد. ابني دا. نص بغداد دراجة ما عندي. شان هسه؟ هاي عمي ما تقدر من أنا. حبيبي. أنا حطيك فلوس. أنا حطيك فلوس. ما أعرف فلوس. لا شنو؟ ما دخل أنا عادي. ما أعرف عمي. بس دقيقة شتري. هاي أنا أعطي فلوس. شتري إذا أعطيك لك كم فلوس؟ ما رخصتك. خلي هذا الرجال يروح. عمي أربعة. ناس كتير اتدخلت بمنتهى القوة. واربيها نص بغداد حجي. عمي دراجي عطلت والله. روح منها. انت ليش تصيح علي؟ ليش تصيح؟ انا اخذ. هاك عمي. انت ليش تتحمل يا اخي؟ انت ليش تتحمل؟ روح منها. كثير من الناس انفعلت بشده وقررنا نتدخل.